والذين ولو يرى والذين امنوا اشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب. ما وجهه؟ من العلماء من قدر محذوفا في الايات فقال هي كقول الله تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم أي لرأيت منظرا بشعا عظيما، كما قال تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار أي لرأيت منظرا مخيفا ونحو ذلك. لو ترى إذ وقفوا على النار ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، وعلى هذا الغرار آيات تكون هناك مقدرات محذوفة. فيقول ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب لعلموا آنذاك أن القوة لله جميعا. وهذا من أمثل ما قيل في تفسير الآية، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب حين رؤيتهم للعذاب، لو رأوا العذاب ورأوا صورته لعلموا أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب.